السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم بمختبرنا الرابع لمادة هندسة البرمجة الكيانية العملي للدراسة المسائية. اليوم حيكون محور مختبرنا الفيديوي عن الـ Draft Class Diagram. بداية خليني نسوي فد ريفرشمنت سريعة على أهم ما تطرقنا له بالمختبرات السابقة. مثل ما نلاحظ بالشكل الماثل أمامنا أنه إحنا بدينا باليوز كيس موديل، ومن ثم انتقلنا إلى الانتراكشن دياجرامز اللي هي تمثل كيفية تفاعل مكونات النظام مع بعضها البعض. طرقنا إلى الكولبريشن وأيضا السيكونس. موضوع مختبرنا اليوم حيكون عن الدرافت كلاس دياجرام. إحنا أخذنا الـ ATM أو الصراف الآلي كيس ستادي، وبدينا حتى نسوي لكم فد نوع من التفكير. بدينا هذا كان عندنا الـ Use Case Diagram للصراف الآلي اللي هو يمثل الفعاليات ووظائف النظام من وجهة نظر اليوزر، وذكرنا أنه كل Use Case هذا الشكل البيضوي هو يمثل فد فعالية ممكن أن يقوم بها النظام، وأيضا ذكرنا أنه كل Use Case مفروض يكون لها سيناريو واحد على الأقل. وبعد ذلك أخذنا الـ Sequence Diagram والـ Communication أو الـ Collaboration، وذكرنا أنه هذه الأشكال هي إحنا نسميها أو ندرجها ضمن ما يعرف بالـ Interactions Diagrams. هذا كله عبارة عن شنو؟ عبارة عن Refreshments. موضوع مختبرنا اليوم حيكون عن الـ Class Diagram أو الـ Draft Class Diagram. بداية قبل ما نبدي بالصراف الآلي أو كيفية تحويل الـ Sequence أو الـ Collaboration Diagram إلى Class Diagram، خلينا نسوي فد مراجعة سريعة نستذكر بها الـ Class Diagram باعتبار أنه إحنا ماخذيه بتفاصيله بالمرحلة الثانية مادة الـ Object Oriented. مثل ما ماثل أمامكم، الـ Class Diagram هو عبارة عن شنو؟ حيكون عبارة عن مستطيل. المستطيل يتقسم إلى ثلاث أجزاء رئيسية. الجزء الأول يمثل اسم الكلاس اللي إحنا أغلب الأوقات يبدي بكابتل لتر، وعندنا الحقول، وأيضا حيكون عندنا شنو الجزء الثالث من الميثودز. زين، هسا أنا اعتياديا إذا أريد هذا هسا أرسمه بالستاريو أم إل شلون راح أرسمه؟ بداية أكيد راح أخذ الكلاس وأحطه. هنا عندي هسا هذا الأدرس، شو راح أضيف مثلا المحافظة؟ راح أجي أضغط على الكلاس دبل كليك، حيكون عندي إما إنه أني add attribute يعني أضيف حقل، أو شنو أو add operation. فهسه بداية أنا إيش أريد؟ أريد add attribute إن هي شنو المحافظة the state. the state يشبهها أكيد إلها نوع، راح أخلي نقطتين وحتكون نوعها شنو string. زين، قبل ما انه احنا نلاحظ انه الاكسس موديفاير انه هذه المفروض تكون برايفت، فراح اضغط على هذا الجزء واجي احدد انه هي برايفت. بعدين اضغط على اي مكان راح تتكون عندي هذه الحقل. زين، فرضا اريد اضيف ميثود، ايضا نفس الحاله راح اجي اضغط دبل كليك على الكلاس واتجه الى جزء الخاص بـ add operation، اضغط عليه، فهو باي ديفولت حيسمي ليها operation 1. اني اجي اكتب الاسم اللي اني اريده، ونفرض انه اني راح اكتب print، اريد اسوي فد ميثود اطبع بها القيم. زين، هذه الـ print تشبيها حيكون لها output، فنفرض انه هي ميثود طباعيه ما ترجع فد قيمه، فراح نكتب void، وايضا اتاكد انه اني وين مأشره على الـ public. زين، هذا بالنسبة إلى شنو؟ إلى الكلاس الدياجرام الواحد. أنا من أجي أصمم نظام أكيد رح يتكون من عدة كلاسز مو كلاس واحد، وممكن إنه أي كلاس يحتاج وظائف أو فعاليات كلاس آخر، فحتكون عن طريق مجموعة من العلاقات نربط الكلاسز باستخدام مجموعة من العلاقات. العلاقات عندي كثير علاقات، إذا أشوف إلى الجانب الأيسر هنا عندي الأسوشيشن الاقتران، عندي Direct Association علاقة التجميع، علاقة التأليف، الوراثة، الاعتمادية إلى آخره. فبداية هسا أنا إذا أشوف عندي علاقة وراثة، هذه Student هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن Subclass من Person. زين، هذه العلاقة شنو؟
هذه العلاقة هي الـ Direct Association. يعني معناها شنو؟ معناها ما دام عندي هذا السهم ده يتجه من البيرسون إلى الأدرس، معناها راح أعرف أوبجكت من الأدرس بداخل البيرسون، لكن الأدرس ما راح يعرف شيء عن البيرسون. ليش؟ لأنه أنا عندي اتجاه السهم من البيرسون إلى الأدرس. زين، فرضا أنا من دا أصمم النظام أحتاج إنه الأدرس يعرف أوبجكت من البيرسون، والبيرسون يعرف أوبجكت من الأدرس. طبعا من نقول يعرف يعني بما معناه يستخدم فعالياته أو الوظائف اللي يقوم بها. فشو راح أمثل هذه العلاقة؟ أكيد الـ Direct Association هنا ما راح تفيدني، فأضغط عليها وأحذفها بالديليت وأبدي أستخدم منه، أستخدم الـ Association اللي هي ما بها اتجاه سهم. يعني هسه حاليا من أشوف هذا الـ Association راح أعرف إنه الـ Person راح يعرف Object من الـ Address، وأيضا الـ Address راح يعرف Object من الـ Person. زين، نجي إلى الخطوة اللي بعدها. الشيء أكو عندنا مصطلح يسموه المالتيبليسيتي، اللي هو شنو هذا المصطلح؟ اللي هو أحدد بش كم أوبجكت من البيرسون ده يقترن بش كم أوبجكت من الأدريس. يعني شنو؟ يعني اعتيادين أنا من أقول البيرسون ده يعيش بهذا العنوان، البيرسون أكيد إيش راح يكون عنده المالتيبليسيتي تبعه ويا الأدريس؟ هتكون واحد أكيد، يعني إلي عنوان واحد. زين، الادريس ايش كم بيرسون راح يعيش بيه؟ اكيد اكثر من واحد، لانه احنا من نعيش بالبيت حنعيش عائله، ام واب وابناء والى اخره. زين، هذا الشيء راح امثله بالنوتيشن تبع الكلاس دايجرام. اول شغله راح اشير على الاسوشيشن واتجه الى الجهه اليمين، الاحظ انه انا عندي اند 1 مالتيبليسيتي وعندي اند 2 مالتيبليسيتي. فحاليا ايش راح اجي اشير؟ أشوف إنه أنا عندي multiplicity ممكن 1، لستار تشير إلى الماني. خلينا نسوي refreshment على النظري. النظري تؤدكم multiplicity ممكن تكون 1 to 1، معناها إنه object واحد من person راح يقترن بobject واحد من الأدرس. عندكم 1 to many، معناها إنه object واحد من person راح يقترن بأكثر من object من الأدرس. وعندكم many to many، اللي هي انه اكثر من object من person راح يرتبط باكثر من object من الادرس. فسأنا حاليا ايش عندي؟ راح اجي امثل الستار اللي هي الماني، معناها انه الادرس عند اكثر من شخص ممكن يعيش به. زين، بالنسبة الى person ايش راح اجي اختار؟ راح اختار واحد. ليش؟ لانه اكيد person ايش به؟ راح يعيش بعنوان واحد. يعني نلاحظ انه دائما الاقتران يعتمد على هذا الرقم، مو بصفه وانما المقابله. اتمنى تكون واضحه فكره المالتيبليسيتي. زين، هسه نجي هذا الاقتران شو نسميه؟ مرات احتاج انه انطيه فد اسم، يعني البيرسون شبي ويا الادريس، بيرسون ليفز ات ادريس. فاجي حتى امثل هذه العلاقه اضغط دبل كليك واكتب هنا ليفز at. لهنا انتهينا من رسم الكلاس دايجرام، او خلينا نقول الريفرشمنت السريعه قبل ما انتقل الى الاي تي ام اللي هو محور موضوعنا. اذا اريد اتساءل هذه المالتيبليسيتي شلون امثلها برمجيا، احنا هسه نمثلها بالكلاس دايجرام نوتيشن. اذا اريد برمجيا شلون انفذها؟ أنفذها باستخدام الأراي. من أجي ألقي هنا many، هذه معناها شنو؟ معناها إنه أكو array of the object person بداخل الأدرس. ومن ألقي رقم واحد معناها شنو؟ معناها إنه أنا راح أعرف فقط object واحد. القصد إنه من يكون عندي علاقة one to many أو many to many، شلون أمثلها؟ أمثلها برمجيا باستخدام المصفوفة أو باستخدام الليست. زين، هذا كل اللي حكيناه هو حكي عام عن الكلاس دايجرام، واللي هو مفروض يكون في المراجعة سريعة لما اتطرقنا له بالمرحلة الثانية. اليوم نجي إلى الكيس ستدي تبعنا أو إلى الصراف الآلي. عندي هذا السيكونس دايجرام، وبمقابلة عندي هذا الكولبريشن دايجرام اللي هو نفسه. السؤال اللي يطرح نفسه، هل ممكن إنه أنا أرسم من السيكونس دايجرام أو من الكولبريشن دايجرام كلاس دايجرام؟ الجواب نعم. زين، شو راح أحدد مكونات الكلاس دايجرام؟ إحنا ذكرنا إنه أني الكلاس دايجرام يتكون من ثلاث مكونات أساسية،
هسا أنا حاليا إذا أسأل سؤال إيش كم كلاس دايجرام حيكون عندي؟ حيكون عندي اثنين، واحد اسمه كاستمر واحد اسمه ATM. أوكي زين، هذا إحنا ذكرنا هذا إيش سميناه بالمختبرات السابقة، سميناه مسج وقلت لكم ركزوا لي على الاتجاه ده يطلع من الكاستمر إلى الATM. هذا بالحقيقة هو عبارة عن شنو إذا أجي أنفذه برمجيا؟ هذا عبارة عن ميثود موجودة بالكاستمر ده تستدعي الATM. بالنسبة إلى الريكوست بين هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن ميثود موجودة بالATM ده تستدعي الكاستمر. وبالنسبة إلى الانسرت بين نفس الحالة، عبارة عن شنو؟ عبارة عن ميثود موجودة بالكاستمر ده تستدعي الATM. إذا صار واضح إنه أني هسه حاليا راح أقدر أرسم الكلاس دايجرام. زين، شو راح أرسمه؟ وين راح أرسمه؟ راح أرجع أني مسوي مسبقا Analysis Model، راح أضغط عليه Right Click وأبدي بـ Add Diagram. هسه أني بيا شكل بالكلاس دايجرام، قلنا وذكرنا by default حيسمي لي كلاس دايجرام 1، ممكن إنه أبقيه وممكن إنه أني أنطيه اسم آخر. أنا حالياً راح أسميه ATM Class Diagram. بعدها الآن أصبح الستاريو أمال مهيئ إلى رسم الكلاس دايجرام. شو هيكون عندي؟ هيكون عندي two class diagram. الأول اللي هو الكاستمر، والثاني اللي هو الATM أو الصراف الآلي. خلي بس نروح لقائمة الفورمات، نكبر الحجم ونسوي الفول كلر أبيض. زين، إذا أرجع على السيكونس دايجرام أو حتى الكوربوريشن دايجرام أعتمد على الأسهم مثل ما ذكرنا. هنا هسه هذه الانسرت كارت هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن ميثود أرجع وكرر موجودة بالكاستمر لتستدعي الـ ATM. فأجي على الكاستمر أضغط عليه دبل كليك وأجي على add operation وأكتب هنا insert الكارت. أنا أتأكد إنه هي شبيهة public وهنا انتهى. بالمقابل إذا أرجع على الرسم إيش راح ألاقي؟ راح ألاقي إنه أنا عندي request pin اتجاهها من منو؟ من الـ ATM إلى الكاستمر، معناها إنه هي method موجودة بالـ ATM لتستدعي الكاستمر. فراح أرجع على class diagram وأروح على ATM وأضغط على add operation وأذكر هنا request pin. وآخر شيء إذا رجعت على الATM راح ألقي عندي method insert pin، فأيضا راح أضغط double click عليه وهنا راح أجيش أقول له insert pin. لهنا صار واضح الكلاس دايجرام، بس أنا دا أحس ناقص. ليش؟ لأن هنا ما يبين إنه أكفد نوع من العلاقة بين الكاستمر والATM. يعني إحنا هسه رسمناه بس كستراكتشر، مفروض أني مثل ما ذكرت بالشرح إنه إحنا الكلاس دايجرام مفروض بعض الأحيان إنه يحتاج يستخدم فعاليات كلاس آخر فتربطهم علاقات. طبعا هي كل علاقة إلها فد خصائص معينة. فهسا إذا أقول ATM ويا الكاستمر علاقتهم شنو؟ هي علاقة association، اقتران، هذا ليستخدم مكونات هذا. طبعا هي لا علاقة has a ولا هي علاقة وراثة is a ولا هي علاقة تجميع إنه الكاستمر يتكون من الATM، فهي علاقة association. زين، association يا نوع عندي association العادي اللي ذكرنا ما بيتجاه وأقول direct. بس أنا إذا أسأل نفسي شنو حيكون؟ أكيد حيكون الأسوشيشن العادي. سؤال ليش؟ هذا حيكون إنه الATM يقترن ويا الكاستمر. سؤال ليش ما استخدمت الدايركت أسوشيشن؟ لأنه مثل ما ذكرت بالبداية الدايركت أسوشيشن إذا بي اتجاه هنا إذا تذكرون معناها إنه البيرسون راح يعرف عن الأدرس، بس الادرس ما راح يعرف شيء من البيرسون. بس اني اذا ارجع الى السيكونس دايجرام اللي اني راسمته، اني دا لاحظ الكاستمر دا يستدعي الاي تي ام والاي تي ام دا يستدعي الكاستمر، معناها انه هذا دا يعرف اوبجكت من هذا وهذا دا يعرف اوبجكت من هذا. زين، هذا ليش اسميه درافت كلاس دايجرام؟
لأنه هو يعني بس يبين لي ستراكتشر عام، إنه أكو كاستمر وأكو أي تي إم، دا يرتبطون بعلاقة أسوشيشن وبيهم ميثودز، بس مثلا لاكو أتريبيوت، لاكو خواص، لاكو انتجر، لاكو فويد إلى آخر، يعني ما أعرف هي شنو القيم اللي بيها، بس إنه بصورة عامة إنه أنا قدرت إنه أولد لدرافت كلاس دايجرام. إذن خلي أسوي summarization سريع قبل ما أنتقل إلى تحويل الكلاس دايجرام إلى الكود. مثل ما ذكرنا إنه أنا حاليا هسه إذا يجيني سؤال أو أحد يقول لي هل أقدر أحول الكلاس دايجرام إلى sequence دايجرام أو collaboration، الجواب نعم. زين، العكس صحيح، هل أقدر إنه أني أرسم من السيكونس دايجرام أو من الكولبريشن دايجرام كلاس دايجرام؟ الجواب نعم أقدر. شو راح أحدد؟ مثل ما ذكرنا إنه إحنا إذا نرجع هذا أوبجكت وهذا أوبجكت بالكلاس دايجرام حيكونون كلاس دايجرام. هذا المسج هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن ميثود موجودة بالكاستمر ده تستدعي الـ ATM، فأرجع أخذ هذا الاسم وأحطه كميثود بالكاستمر. لهنا انتهى الرسم تبع الكلاس دايجرام. هسه اجي الى انه انا اذا ردت احوله الى كود، طبعا الستاريو ام ال ينطيني امكانيه الاوتو جنريت. طبعا من اقول لمختبراتنا، من اقول للطالب كود يتصور انه ها هي انه انا يعني البرنامج كمل، و هو مو هالشكل، هو راح يعطيني فقط الستراكشر العام، يعني انا اكيد لازم انا بعدين ارجع كود، بس مثلا راح يسوي لي كلاس كاستمر وراح يسوي لي تو ميثود بداخله وراح يسوي لي كلاس اي تي ام وحيكون عندي ميثود بداخله. زين، هسه بدايه ان شلون راح نحوله؟ راح اروح لازم اضيف البروفايل الخاص بمنو، الخاص باللغه اللي اني دا اريد احول هذا الكلاس دايجرام الها، فراح اروح على قائمه المودل واضغط على البروفايل. هنا أني هو طبعا بالبداية مسبقا، لأنه أني هنا حيكون عندي مفروض بس الـ UML Standard Profile، فأجي أحدد الـ Star UML يدعم C++ والـ C# ويدعم الجافا، فأني راح أحول الـ C# أضغط عليه وأقول له Include، وبعد ذلك أقول له Close. أرجع وأكرر حتى أحول الـ Class Diagram إلى كود، مفروض أروح على قائمة Model وأضيف بداية البروفايل الخاص باللغة اللي أنا أريد أحول إلها. بعد هاي الخطوة وين راح أروح؟ راح أروح على التولز، راح ألاحظ إنه أنا عندي C++ وعندي C# وعندي الجافا، فأنا شو ضفت؟ ضفت البروفايل تابع C#. إيش راح أروح؟ أروح على الجنريت كود. الريفرس إنجينير طبعاً هذه بالعكس، من يكون عندي كود أريد أحوله إلى كلاس دايجرام، بس أنا حاليا إيش عندي؟ عندي كلاس دايجرام أريد أحول الكود، فراح أضغط جنريت كود. هنا أنا لازم أحدد الأناليسز موديل اللي أنا دا أشتغل عليه، اللي هو من وين؟ اللي هو الـ ATM Analysis Model. راح أقول له next، حيقولي أكو two classes. أنا أقدر إنه مثلا أقول له سوي لي بس للـ ATM، وممكن إنه أقول له سوي لي بس للكاستمر، وممكن اثنينهم، يعني ينطيني إمكانية إنه أني أحدد الكلاسز اللي أريدها. بعد ذلك راح أقول له next وأحدد المكان اللي أنا حخزن به، وأقول له next. هنا أنا قال لي إنه هو تحول successfully، فأجي أقول له finish وأشوفه على الواجهة. هنا أنا عندي هذولا، هذا الكاستمر والـ ATM، إذا أضغط عليهم راح ينفتحوا لي بالـ C#. فهنا حلاحظ إنه أنا عندي كاستمر وبابليك وبيتو ميثود، وأنا حقدر أكمل الكود اللي أنا أريده. لهنا مختبرنا انتهى. أتمنى إنه كان مفيد لكم. أرجع وأكرر إنه السؤال اللي دائما يتطرق إلي من قبل الطلاب، شلون راح تيجي الأسئلة؟ الأسئلة أعتقد صار واضح، ممكن أجيب كلاس دايجرام، عفوا ممكن أجيب سيكونس دايجرام وحول ليها إلى كلاس دايجرام، ممكن أجيب كولبريشن دايجرام وحوله إلى كلاس دايجرام، ممكن أجيب سيناريو ونرسم من عنده سيكونس دايجرام، طبعا كلها باستخدام الستار يو ام ال كموديلينج تول. لهنا انتهى مختبرنا، وأتمنى أنه كان مفيد لكم، وأتمنى أنه تتابعونا بالمختبرات اللاحقة. شكرا جزيلا ومع السلامة.